إليكم حسيب من 3 سنوات وما راح والله مطعم لأنه يوفر كل فلس عشان يشتري عقار، وبعد 15 سنة من اليوم يكون وفر 177,000 درهم. 177,400 درهم لو لقينا طلعت اليوم. يا رجل، يعني بتخرج أم العيال على عيدها 80؟ مع ستيك تقدر تستثمر في مبلغ صغير وتكون شريك جزئي في العقار وتضمن لنفسك دخل شهري ثاني من العقارات. جهزي نفسك حبيبتي، نطلع طلعة كل شهر.